طيب بنتكلم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي. عايز اقول لكم سريعا بخصوص طاهر محمد طاهر واخر الاخبار بخصوص اصابته. يعني يمكن التقارير اللي طالعه او الاخبار بتقول ان طاهر عنده زي كدمه قويه في احدى اصبع قدم. فالحقيقه ايه؟ هو فعلا جاله كدمه في طوكيو هناك وهم بيلعبوا في اول مباراه، مباراه اسبانيا، لكن تحمل عليها وخفت وقدر ان هو يلعب المباراه الثانيه والثالثه بشكل طبيعي. لكن السبب في غياب طاهر محمد طاهر عن قائمه النادي الاهلي في مباراتي وادي دجله وايضا مباراه الامس امام فريق سيراميكا هو الاضطرابات بسبب الساعه البيولوجيه. لسه بيحس ببعض الدوخه سواء هو او اكرم. بالمناسبه يعني اكرم توفيق كان قاعد شويه او كان موجود امبارح على دكه البدلاء، لكن لسه عنده بعض الاضطرابات فيما يتعلق بالتوقيتات ومواعيد النوم والكلام من ده بسبب الساعه البيولوجيه. احنا عارفين ان هنا مثلا لو احنا الساعه 5 المغرب هناك بتبقى الساعه 5 الفجر تقريبا في طوكيو، فطبيعي يبقى في بعض الارهاق. فده سبب غياب طاهر وسبب برضه عدم مشاركة أكرم في المباراة بالأمس. وطبعا أنت كده كده كان عندك محمد هاني في الجانب الأيمن. عايز أطمن حضراتكم كمان بخصوص بدر بنون. بدر بنون عمل النهاردة الصبح مسحة طبية بخصوص كورونا. احنا عارفين أنه هو كان عنده كورونا، فالمسحة نتيجتها هتطلع خلال ساعات، لكن الأعراض تقريبا بتتلاشى وإن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة لو المسحة طلعت سلبيه ممكن يكون موجود في قائمه مباراه الاهلي امام الاسماعيلي باذن الله. لان بدر برضو من اللعيبه المهمه جدا جدا بالنسبه للفريق في مرحله حاسمه زي دي. دي بعض الاخبار تتعلق بالاصابات. خلينا بقى نروح نشوف ترند الاهلي وبعض الاخبار اللي اتكتبت على السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي وبالتحديد من خلال الحسابات الرسميه لمختلف المواقع. خلينا نبتدي بحساب النادي الاهلي على تويتر واللي يعني رصد لقطه اليوم يوم الامس تحديدا، وهي من اجل هذا نلعب كره القدم ميشيل يانكن اللي هو مدرب حراس مرمى النادي الاهلي المدرب المميز بيدعم حارس مرمى سيراميكا اللي هو حمزه معوض واللي نزل مكان عامر بعد الطرد واللي قدم مباراه جيده بما انها اول مشاركه ليه في بطوله الدوري الممتاز وكمان اول مشاركه ليه تكون امام النادي الاهلي. فالموضوع بيبقى صعب شويه لكن في كل الاحوال هو عمل مباراه كويسه وكان في دعم معنوي من ميشيل يانكن ودي حاجه جيده جدا بكل تاكيد. لكن خلينا نروح كمان لحساب قناه الاهلي على تويتر واللي بيقولوا ان محمد شريف يقترب من حسم لقب هداف الدوري. هو بنسبه كبيره خلاص هو هداف الدوري، ناقص 6 ماتشات. اللي قبليه على طول احمد ياسر ريان ب 15 هدف، عنده عدد اقل من المباريات مع سيراميكا لو كملهم، فبالتالي ممكن يكون هو الاهلاوي رقم 12 في تاريخ الدوري وينفرد الاهلي بالرقم القياسي الاكثر فريق توج لاعبيه بلقب هداف الدوري. الصوره دي مهمه لان انت بيجيب لك هنا اكثر عدد اهداف احرزه هداف للنادي الاهلي في بطوله الدوري على مدار التاريخ. كان الكابتن محمود الخطيب 23 هدف، هو صاحب الرقم القياسي في عدد الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي في موسم واحد. بعديه الكابتن طه اسماعيل طبعا ب 20 هدف، بعديه الكابتن احمد بلال 19 هدف، ابو تريكا وازارو 18، وصل لهم محمد شريف وان شاء الله باذن الله كمان يجيب اهداف اكتر في المباريات المتبقيه. بصراحه بيقدم موسم اكثر من رائع محمد شريف ولاعب مميز جدا ومهاجم مميز جدا. لسه مع محمد شريف من خلال اليوم السابع والحساب الرسمي ليهم على تويتر اللي بيقولوا ان محمد شريف بص بقى في 45 مباراة مع الأهلي جايب كام جون في الموسم؟ 25 هدف وهو هداف أفريقيا وهداف الدوري، فأرقام كلها مميزة جدا في الحقيقة بالنسبة لمحمد شريف. يعني محمد شريف لعب 45 ماتش، 28 ماتش في الدوري و13 في أفريقيا واثنين في كأس العالم للأندية ومباراة واحدة في كأس مصر ومباراة في السوبر الأفريقي، سجل خلال كل المباريات دي 25 هدف، عدد كبير جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. ووقع 18 هدف في الدوري وستة في أفريقيا وهدف واحد في السوبر، يعني البطولة الوحيدة اللي ما جابش فيها أهداف خالص هي كأس العالم للأندية. إن شاء الله في المشاركة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي يقدر إن هو يحرز أهداف للفريق في بطولة كأس العالم للأندية. خلينا كمان نروح لمحمد هاني وحساب الرسمي يلا كورة على فيسبوك واللي بيقولوا ان في مباراته رقم 200 جمهور يلا كوره يختار محمد هاني رجلا لمباراه الاهلي وسيراميكا طبقا يعني تصويت الجمهور على موقع يلا كوره واللي
كان اختيارهم لمحمد هاني ان هو يبقى نجم المباراه، وهو في الحقيقه عمل مباراه كبيره زي ما احنا اتكلمنا. نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وزمايله خلال المرحله الحاسمه الحاليه. خلينا كمان نروح لاحصائيه من فلاش كوره، وقالوا ان الدبابه الماليه يرفع شعار ممنوع المرور. عندنا ما شاء الله لعيب مميز جدا في نص الملعب هو اليو ديانج، عندنا كمان اكتر من لاعب سواء اكرم السوليه حمدي، ناس كتير في المكان ده بصراحه بيأدوا بشكل اكتر من ممتاز. فاكتر لاعب استخلص للكوره في الدوري موسم 2021 هو اليو ديانج 215 استخلاص، بعديه سيرجي اكا 207، طارق حامد 206، مروان صحراوي 198، ومحمود او محمد فتح الله 182.